السلام عليكم والله اخباركم جايينكم مقطع جديد ترباخ ترباخ وبرونر انا المهم اليوم انا وترباخ راح نحاول نجيب 192 بالفودرافت او اكثر ما 193 صدقني بجيب 192 خلينا عنك والله ونهايط خلاص يطلع 188 هذا خوف يلا نبدا بسم الله يلا اضغط لا اوكي روح روح يلا يلا نعم يلا خلينا نتشارك الاراء ونختار تشكيله اوكي اصبر نبي تشكيله فيها ار دبليو ال دبليو هذه فيها 5-5 خلينا نختار ذي كويسه يلا يلا خلاص يلا بسم الله نختار تشكيله ذي 3-5-2 ونسوي بالله كابتن رونالدو ولا ميسي ازرق كويس رونالدو عندك دبران ايش دبران اوزيل اختار رونالدو صح لا لا انا اقول ما نصبر بيطلع لنا حق ازرق ايه بيطلع من تختار اجل عطنا 94 زين بس خوفك الكام ما يجيبون يطلعون لنا كام بالاحتياط خلاص عطنا يا ابراي اغويرو انا اقول اغويرو ليش نختار هذا على ريتنج قبل نختار على ريتنج لان ما راح يطلع لك كام اسباني انس يا اخي رونالدو اذا جاك ما اتوقع يجيك مره ثانيه بيطلع لك كام بيطلع لك رونالدو يلا نختار اغويرو لان اغويرو جنسيته كويسه وبرافيتش جنسيته شاطحه قلت بال هولك افضل خيار هولك شوف انا اتوقع هولك هولك يلا نسوي له هولك نروح للام رونالدو المطلع بجلدك يطلع من احتياط رونالدو نختار كولو بلانكا ولا انا اقول كولو بلانكا كولو بلانكا دوري اسباني جيد المهاجم باذن الله جريزمان لا روح لجريزمان في هذا يشبك شكله راح نجيب 82 والله شكله 66 يا ابوي نختار على ريتنج ولا هذا ما تفرق اعلى ريتنج يلا كام يلا نشوف الكام حقك يا ربي شفت بنعرفه لا نختار انا اقول رودريغيز 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 شوف هذا انا اقول رودريغيز هو رودريغيز اقرب شيء رودريغيز يلا انت اختار سيدي ام بسم الله سيدي نشوف حظك سيدي يا ترى اختار ما في الا هذا عشان اسبان بيشبك معي اختار يلا اختار اثنين اليمين يسار انا راح السي بي بك والله واضح 188 يا والله في حظ ترى ممكن بس اساسيه باحتياط يزيد الحظ يلا ان شاء الله انا اختار اي شيء اعلى واحد هذا اعلى واحد يلا اللي بعده انت ضغطكش يلا انا اتوقع بيطلع لي بيكي شوف بيكي ماثيو بوبي انت بي اي واحد فيهم على شيء بيكي احسن راح تسيب الثاني الحين اقول لك يطلع لي راموس يطلع لك برونزي انت لا تفتح انت عبد الخايس اوكي خلينا نشوف واحد يشبك معه هذا الدلماني ما في سعودي يمكن يشبك عندي مشكله يمكن يطلع لنا نيمار خذ ذا بس يلا سيدي ام فتحته انا بعد يمكن يكون حظك شفت هاي مين واحد هذا ها كل ذول يلعبون بالدوري بس هذا افضل يلا انت حارس يلا ورنا حظك تدري بيطلع لي نيمار ازرق في ازرق بس مو بنيمار درس ازرق وش خليت طيب منو درس ماي شوف هذا ايش بك هذا الحارس ما يهم يا رجل اختر هذا في حارس ثاني احتياط يلا اكس خلنا نبدأ من هنا ترى إذا هنا يكون حبيبي بيطلع لك هذا ديكس أنا قال لي بيطلع لي رونالدو أزرق صح ولا لا؟ طلع لي ما رونالدو أزرق ما رونالدو اسمع لو أخذنا دي ماريا بيشبك مع أغويرو زين؟ مظبوط طيب لو أخذنا نيمار بيشبك مع ذا المدافع نيمار بيشبك مع الشلة كلهم اختار لا ما راح طيب ليش بتختار رونالدو؟ اختار رونالدو قبل شيء كان رونالدو 96 بيطلع لي أنا أحس رونالدو أزرق ابن حلال خليك قوم تحس مرتين طلع لك تبي تحسن أنا أقول نيمار عندك دي ماريا وعندك ذا تقول نيمار مخ ما في شوف لو دحط دي ماري ما راح يشبك دي ماري بس بيشبك مع اغويرو اثنين ما راح يشبك معهم من جدك انت بس بيزيد من الريتنج فوق هذا بيشبك معك كل لحظه عدد اسمعني رونالدو ما راضي يخسر رونالدو ما راح يطلع يلا يلا انا ما راضي ميسي ما ينفعنا الا انسان يلا عند دورك اكس يا حبيبي ورنا الحظ ها طلع داني الفيس قالت بيل انا اقول داني الفيس انا اقول داني ما عندنا ما عنده مركز ار بي نحط احد دفاع نحطه دفاع يلا حطه زين يلا مزبوط شوف دقيقة خلينا نحسن شوي زين بس اي بد حط هنا اكثر بيطلع بس دقيقة خلي رونالدو انا بجيب رونالدو هذا فوق مهاجم حط مهاجم حط هذا تحت زين كويس 72 89 حلو امشي يلا مزبوط نكمل يلا كم بسم الله انا اقول ميسي باذن الله جريزمان 88 ما عليه نحطه بدال اغويرو جريزمان بدال اغويرو اغويرو الله حرام معني من اول المفروض نختار اغويرو تونس يلا ورنا اكس بسم الله ورنا حظ انا اقول لك ميسي شوف هو ميسي يطلع واحد اخضر يعني طيب كذا اخضر شحلاله سلك لنفسك يا راجل شوف هذا شلون مبتسم
شوف كله ما تنزل ما تنزل ما تنزل عشان ابي احتياط اللي هنا احتياط ما ينزل احتياط اليمين من هد من صدق من صدق اوكي يلا هذا ناشب ثاني مره يطلع ذا هذا ما في الا رايس رايس يلا اكس يا حبيبي والله ما ظنيت نجيب ب 90 لا فيه كرث بالحط كرث بالعط ولا تشاور يلا دخل دخل حط هناك حط هناك اعطيك مليون كم لا تقول اختار اختار يبينا دفاع يبينا دفاع عليك الحين يجيب لك دفاع اخذ على ريتنج ريتنج هذا ما يشبك احد هذا ريتنج يلا ها دفاع شو اختار سول 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 85 يلا 85 فرق تلف بنا خلاص لف عادي لا 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 يميني هذا كذا كذا اسماني دوري اسماني سي بي يو ايه تعال 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 والله ما ظنيت 88 ناقصنا حارس ناقصنا حارس انا حارس يلا هكس لا ليش تحطك سنه انا حطك سنه حطك سنه شوف انا حظي احسن هذا 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 دوري اسماني صحيح اي والله اختاره انت طيب نمت نتهاوش طيب شو الناقص باقي مشكله ليش المهاجم مهاجم لا انت مدخر بعد غصب حامهاجم حامهاجم خلاص جيب ذا فيريرا لو حجيب لقينا مدرب الدوري الاسباني راح يكمله ما في دوري اسباني بس قاعدين الظاهر والله ما ديني يا اساسي هذا كي 99 99 شو جايبه هنا لا 99 هذا نجيبه ثمون نسوي حوسه شوي يلا المهم دقرنا كذا ما نقدر حاولنا مره ما عندنا مهاجم نقصنا مهاجم بالدوري الاسباني عشان تكمل التشكيله رونالدو بلش نابو وكل بلانكا ايضا بلش نابو المهم بنحاول محاوله ثانيه وان شاء الله نجيب 192 193 الحين لازم 193 ان شاء الله يلا انت جبت هنا يلا يلا بنروح نحاول محاوله ثانيه يلا محاوله ثانيه ونقول باذن الله هذه التشكيلات بس بخير اي التشكيله اهم شيء نبغى التشكيلات هذه الظاهر انها تبشر خير هذا نفس اللي قبل لا ارق فوق والله تغيرت فاول واحده هذه ممكن احسن شيء هذه بسم الله وان شاء الله رونالدو 99 او ميسي 99 شوف يا رونالدو يا ميسي دي ماريا ينقزه رونالدو وميسي نيمار شلون رونالدو وميسي اختار نيمار خلاص خلنا على ميسي ميسي راح ميسي يلا ميسي يلا انت ضغطك سنة عشان شوف يا رب رونالدو شوف حظك رونالدو 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 كويس رونالدو ما جا هنا جا هنا خلاص اختار رونالدو هنا شوف اذا جاك شوف يقول اذا جاك سواريز انحلت الدنيا ما اتوقع سواريز الا يجيك طيب ابدا من برا ابدا من برا يبدا من برا يلا ابدا من برا شوف طلعنا جاريث بيل انا اقول مولر ليش مولر ما يشبك معي احد خلينا نثبت على الدوري الاسباني ما راح ادخله هنا اي سي اف سي اف شلون تلعب اختار مولر اختار مولر خلاص اختار مولر لان ار دبليو ما عندنا ار دبليو ما تبي تحطه فيه سي ام خلاص اختار مولر اختار مولر يلا يلا الحين نروح مره ثانيه راح اعطيك الحين نطلع لنا شو اسمه ذا جريزمان 89 الله عليك جريزمان حلو بطل انت اختار احتياط وانا اختار اساسيين ان شاء الله يطلع لي احسن طيب عندنا في هذا يشبك مع رونالدو والله اي والله برتغالي ولا على ريتنج نختار نص ما راح يشبك معنا احد هذا يشبك وذا اللي يشبك هذا يشبك لكن جنسيتهم كلبيه يعني خلاص نختار اسباني لا اسباني يمكن يشبك اسباني احسن شيء خلاص نختار هذا اسباني يلا بسم الله استا كانتي يس ايش تبي كانتي انت تسلك الوضع ما في الا هو على واحد بس اختار كانتي جنسيته حلوه فرنسيه شبك مع جريزمان شفت مشكله والله دي جو دي جو احاول خلاص نختار هذا راح يشبك مع حقي كذا يلا اختار ال بي والله ما الظاهر نجيب ولا رقم لا شوف عندنا هذا فرنسي بس ما ادري كويس يشبك مع اللي جنبه على طول دوري واحد يشبك مع رونالدو هذا بيشبك مع رونالدو لا اختار ذا طيب هذا بيدور اصبر اختار هذا اختار هذا هذا بيش... لا برتغالي هذا بيشبك مع اثنين اي خلاص اختار انا اقول اختار داني افش ازرق برلين اسباني اسباني لا بس اليمين مين راح مين هذا يسار هذا بيشبك مع اثنين هذا ايه ايه مزبوط يلا بسم الله يلا سي بي بيكي والله ما اتوقع كلهم برشلونه لا هذا شاطح من برا قدن يختار قدن قدن ولا هذا عشان اسباني لا قدن على ريتينج شوف 81 بيطلع لنا يا بحال قدن وش خلاص ابشر اتلتيكو مدريد يا يلا باسكت 90 باسكت 90 وش فيك رفست الطاوله عافيه باسكت 90 انا كل كلام يلا باسكت 90
حلو كويس. يلا الحارس لينك تحارس شو يا رب يا رب يا رب توقع من لا نتف شفته خلاص قبلك جيد الحين شفت راح شفت لو مختارين قد انه اول شيء شفت قايل لك والله انك ما شاء الله فنان فنان هذا حط صوت 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 ماشي فرحونا شوي صادق انا دوري اختار انت اخترت تجيب لنا احد سلفر ما تجي تحسبه شوف شوف اطلع جريث بيل اطلع لك هذا من انت ورا هذا اختار جريث بيل يلا اعطيك يا حبيبي سلفر ابي بشبك اخضر مع دام بشبك اخضر مع جودن بشبك اخضر مع اللي في قد ثاني من في غير اختار الاديتنج يا اخي في واحد مركز ما يحتاج اختار خلاص اختاره اختاره ما تفرق اختاره اصلا شوف ليش طاقكس ابدله ها ما شاء الله طيب ما في احد يبان اختار على واحد هذا يا يلا ما راح تسوي شيء يطلع اخضر خلاص يا الله فرقت على خطين خضر نيمو 96 95 انستا اقرا اصبر 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 ليش طاقكس انستا انستا اي انستا انا بختار انستا لا تحرك ايوه مش مش 89 189 لا نطلع ذي اثنين فرنسيين ذول نقشهم نقشهم بس اوه بوب بوب نيمار 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 بتضغطك سايكستا لا تلف يلا 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 انا بضغطك يلا يلا ببدا هنا اسف لا يقولون هذا لاعب كام سي ام سي ام سي ام سي لويس فرنسي اسباني نجيبه ايه جيبه لا تسولف معي خل خل ليش ما عليك هو من الكلب ذا من الكلب ذا طلعوني من الكلب ذا ليش تخلي لها طيب عندي فكرة عندي فكرة جيب هذا جيب هذا اشكر الله ايه تسعى مني ايه تسعى مني يلا 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 نكمل لا لا دقيقة دقيقة سوي كذا اوكي ما تضبط الا الفلسفة الفلسفة ضروري الفلسفة يا بس سيم بدل لا سي بي سي بي سيم 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 اشتغل سيم سي بي طلعنا ذا حق النصر ادريان لا اختار اختار على شيء يلا شيء انت حظك الكلبي ذا مشكله شوف ابغى سيم مختار اوكي يلا باقي لك مدافع وحارس مدافع حارس يلا بسم الله يلا يلا هذا البيب الدوري الفرنسي اخر شيء حارس نفس نفس يضل نفس يرفع الريتنج فيك لا فاس وش فيك لا تلف لا تلف لا تلف ما لفيت ما اخذر فكر يد حط اليد هناك اخذر ادي نفس يلا حنا نبدا نبدل والله حتى ما يضبط والله في امل اصلا قلت فين ما يجي هنا والله يجي قلت جبته 90 جبت 90 جبت ايش رايك قلت فين نحط مدافع غصب يجي لا لا كويس ده رجعنا صح لا مربع مربع يا اخي خلاص ما تفرق والله تفرق والله شلون كمسني 100% شلون بيفرق يطلع 200 طب جينا 190 بس انا كنا ب 191 ما تقدر خلاص هذه اطلق شيء اختاره اي راح يلا انت فضك بسم الله اتفضل نعم يلا انت عازم على نعم انا قايل لك هذه سواريز 90 سواريز ترى كويس دول يطلعون يلا هو سواريز هو كل شيء سواريز راح يلا لف انت يمين ولا لف يسار يلا 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 الو 193 خلاص فقولي فقولي لا تعالي فقولي انا بعطيك رونالدو هديه 99 94 صح؟ 94 كويس اختاره اذا طلع هنا من هنا نيمار كويس كلو بلانكا اختار كلو بلانكا نبي نيمار نبي كثبل شوف 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 عندك كثبل نختار عادي ها؟ لا انا اتوقع بيطلع لا اتوقع بيطلع خلنا نختار اختاريان ايه راح المرة ذي انا قم مودريتش ازرق شت ولا لاعب اختار ذا اسباني هذا اسباني وش اسباني كيف ممكن؟ لا 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 علمك حظي هنا علمك حظي شيف كوكي كوكي 89 جميل لا تسوي شيء يلا كوكي يلا خلنا بسسيين خلنا صلاح خليك على صلاح عشان حلو ريتنج حقه اوكي انا بروح على اسسيين خليك على اسسيين وخليك جامد واسسيين هذا ان شاء الله لاعب ازرق جيد شيف شيف جودن از 90 90 90 بنغلاديش انت ما يشبك مع 80
اختاروا 80. الحين نبدا نبدا بعد هذه المحاولة. حبيبي انا تكتشكتنا عرب ذهبي. شو بدي رقم؟ ما في من يجي رقم. طلع رايق اختار. بسم الله رونالدو. لا اشتخر رونالدو كويس طلع نيمار. تعالي نيمار تعال على طول على طول على طول يا نيمار حبيبي يلا دورك. طب دقيقة في تعديل احلى. الو هونا. يلا يلا اختار. شوف دائما ترى هنا لاعب جيد. قلت لك الفراغ اللي قبل شوي لاعب لا اي لاعب زين همزك عندك كذا. شوف هذا فراغ يقول لك لاعب جيد. شوف ميسي ميسي اوف شلون والله مره حلوه. شاك هذا 78. دي ماري ثاني مره طلعنا صح. حارف نيجي حارف اختار منزل. لا تفتحه ترى ممكن نحطه هنا مع ابو الشباب ذا فاهم بدل ذا. ما عليك اذا جبنا احد يشبك ما يضبط. اوكي طيب يلا اعطيك ما عاد طالع لنا احد ارض مثل مختارين فيل. والله الهياط يا قبلة هذا جبهته كبيرة. هي على الجبهة نلعب جبهته احنا. والله يا شباب ما ظنتي. والله مرة في أمل. ما في أمل ما في أمل ما يطيق. 93 انختمت خلاص. ابتسم ذا قال والله ما تجيبوا 93 188 يا جماعة يلا باقي شوية 90 احنا مجنون 90 شايف خط اخضر ندور خط اخضر عشان خط اخضر. طيب جبنا 190 بس ما جبنا 191 ولا 192 رجعنا شوي 193 ولا 193 في محاولة ثانية ان شاء الله يمكن هو لحاله يحاول ويجيبها ان شاء الله. لا انا بجيب 193 بجيبها في قناتي لو 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 على رقبتي. خليك 192 ترى كويسة والله. انا جبت 191 و 190 92 ترى ما مستحيل بالعذاب بتجيبها. لا تجيبها لكن بالعذاب 193 يمكن صعب مرة صعب مرة 193 صار الحظ مفتوح لك فتح جيب 193 92 ها ها غلط. قضينا كذا قضينا. يعطيكم العافية. السلام عليكم. حياك. إذا ما شفت الحلقات الماضية أنصحك تشوفها إن شاء الله تستمتع. زرق.